ولاية نزوى إحدى ولايات محافظة الداخلية، وتعتبر المركز الإقليمي للمحافظة، وتبعد عن مدينة مسقط بنحو 164 كيلومتر. كانت نزوى عاصمة لعمان في عصور الإسلام الأولى، وعرفت بنشاطها الفكري وبالأجيال المتعاقبة من العلماء والفقهاء والمؤرخين العمانيين، ولهذا أطلق عليها بيضة الإسلام، ولا تزال قلعتها التاريخية شامخة حتى اليوم، كما ينتشر بها العديد من الحصون والأبراج الشاهقة والمساجد الأثرية القديمة، وسوق نزوى التراثي وأفلاجها العذبة والتي تم إدراج بعضها لمنظمة اليونسكو كفلج دارس والخطمين. وإيماناً من لجنة الشؤون البلدية بولاية نزوى في المشاركة والتفاعل مع منافسات شهر البلديات وموارد المياه 29، والذي يحمل شعار جهود متواصلة وتنمية مستدامة، جاءت المشاركة حسب استمارة تقييم عناصر المنافسة والتي تتمحور حول التالي: أولاً، مشاريع التجميل والتطوير. تم إنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات: منتزه مسجد التوحيد بفرق، منتزه ردة البوسعيد، ومنتزه وادي المصلى. تجميل الأسواق والأحياء السكنية. تركيب الطابوق المتشابك للطريق المؤدي إلى عرصة بيع المواشي وحارة الوادي الشرقية والممر المؤدي إلى إكشاك بيع المشاوي، وأمام المباني التجارية بنيابة الجبل الأخضر، وتجميل أمام المبنى التجاري بمنطقة فرق التجارية، إعادة طلاء كاسرات السرعة، شق وتمهيد طريق مع تركيب الطابوق المتشابك بحارة الوادي الشرقية، تركيب الحجارة بطريق حارة العقر التراثية، إنشاء مظلات وكراسي انتظار لطلبة المدارس بحي التراث، تركيب أعمدة إنارة للطرق الداخلية بالعقر، السوق، ردة البوسعيد، ردة الكنود، المدة، وسعال، رصف بالإسفلت الطريق المؤدي إلى المخطط السكني بغاف الشيخ، بالإضافة إلى المواقف بالمنطقة التجارية، تشجير وتركيب نظام الري الحديث، تركيب نظام الري الحديث للأشجار الواقعة على جانبي الشارع العام نزوى كرشا، مع تركيب خزان ومضخة للمياه وتوصيل التيار الكهربائي، زراعة فسائل النخيل على جانب الطريق المؤدي إلى بركة الموز، زراعة فسائل النخيل في منتزه وادي المصلى. ثانياً، خدمة المجتمع، تجميل مداخل الولاية، تركيب الطابوق المتشابك لمواقف المنطقة التجارية بفرق، ورصف بالإسفلت المواقف العامة لمجلس ردة البوسعيد مع عمل أرصفة، وتركيب سواري أعلام، تنظيم المناطق الصناعية والأسواق، الالتزام بتجديد اللافتات التجارية، تجديد التراخيص البلدية والبطاقات الصحية، الالتزام بالاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية والأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، عدم العرض خارج المحلات التجارية، الاهتمام بتنظيم المنطقة الصناعية وإزالة المشوهات، تركيب الطوب المتشابك أمام واجهات المحلات. ثالثاً، الاهتمام بالمظهر العام، نظافة الطرق والأحياء السكنية والساحات العامة والأسواق والحدائق والمنتزهات، إزالة الحشائش على جانبي الطرق المزدوجة، توزيع سلال المهملات في بعض المواقع، إزالة المشوهات من مخلفات البناء. رابعاً، المشاريع المائية، تم صيانة وتنظيف قناة فلج ضوط وزيادة الثقاب، تعميق بئر فلج كرشة، حفر بئر على هيئة ثقب لمساعدة فلج المضيبي، استخدام المياه الرمادية لسقي مزروعات مسجد الرحمة بردة البوسعيد كنوع من ترشيد الاستخدام. خامساً، المشاريع الخدمية، صيانة المرافق العامة،
صيانة منتزه سيق بالجبل الأخضر، صيانة الطرق وأعمدة الإنارة والمظلات، إعادة تركيب وتجديد الطوب المتشابك بمنتزه ردة البوسعيد، إنشاء ممشى صحي مع تركيب الكراسي ومعدات رياضية بقرية تنوف، تطوير الممشى الصحي بكما وتركيب كراسي ومعدات رياضية، تسوير وإنارة المقابر، مقبرة سيح قطنة، مقبرة العقر بالجبل الأخضر، مقبرة سيق، بناء مغسل الأموات بمقبرة حي التراث، ومغسل ومصلى بردة البوسعيد. ثالثاً، الأنشطة التوعوية، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات التوعوية وطباعة المنشورات وتركيب اللوائح الإرشادية. سابعاً، الأعمال المجيدة، مسابقة التجار بسوق نزوى المركزي، تركيب إكشاك لبيع منتجات الجبل الأخضر بالتعاون مع إدارة السياحة وشركة تنمية نفط عمان، توزيع شاويات لمنتزهات الجبل الأخضر، إقامة مهرجان العيود بعيدي الفطر والأضحى بالتعاون مع فريق وادي كلبو. بعون من الله وتوفيقه وبتكاتف جميع فئات المجتمع، تستمر عجلة التقدم لجعل نزوى لوحة الجمال وملامح الأصالة والمعاصرة.